الله معكم. بتحكي الكنيسة بلاهوتها الأدبي أو الخلقي عن فضيلة القوة اللي هي فضيلة إنسانية محورية بحياة الإنسان المسيحي. ولما نحكي عن القوة في منهم بيروح فكرهم لقوة العضلات وقوة السلاح والتسلح والتسابق على التسلح، قوة السيطرة والاستبداد والتحكم بالعباد. لا، أكيد مش هيدي هي القوة المقصودة يلي بتقصدها الكنيسة. الفيلسوف الألماني نيتشه، وهو كان فيلسوف وجودي ملحد، قال إنه القوة هي الحق. ما معه حق. فينا نقول إنه الحق هو القوة، ولكن نحن بالمسيحية منروح لأبعد من هيك ومنقول الحب هو القوة، والقوة الحقيقية هي قوة الحب. هيدا الشيء نستمده من الإله يلي فاتح إيديه على جبل الجلجلة، على مذبحة هونيك، فاتح إيديه لكل الناس، عم يعطيهم قوة الحب لأنه حبهم بقوة. القوة اللي نحن مطلع عليها بشكل خاص بهالزمن العصيب يلي عم نعيشه هي قوة الصلاة، قوة الصلة مع الله، قوة الإيمان، قوة الرجاء، قوة الإنجيل، قوة الحق، قوة كل هالمبادئ هيدي يلي بتعطيها المسيحية للبشرية. لما نضعف منخاف، لأنه منسمع صوت هالإله القوي العظيم اللي هو قريب منا كتير، عم بيشددنا وعم بيقلنا انتبهوا، ما تخافوا، من يصبر إلى المنتهى يخلص. والكلام اللي قاله لمربولوس عم يرجع يقلنا إياه، إنه نعمتي تكفيك. والفضيلة الأخرى يلي بتحكينا عنها الكنيسة، وهي كمان بترتبية الفضائل الإنسانية المحورية تجي رقم 4، هي فضيلة الاعتدال. والاعتدال شيء مهم جدا، هو وسط ما بين التعصب الأعمى وما بين الإهمال المطلق المستخف بكل القيم والمبادئ. الاعتدال بيطال كل حياتنا اليومية، مفروض اعتدال بالأكل لأنه الأكل وسيلة مش هدف. نحن مناكل تنعيش، مش منعيش تناكل. ومن هون أهمية الصوم والقطاعة بحياتنا المسيحية، أهمية هالإماتة اللي منعملها لحتى نقول أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. الاعتدال بالشرب، الاعتدال بالكلام، لما نتجنب الكلام الجارح يلي بيأذي الآخرين، الاعتدال الفكري، الاعتدال الحواري يلي بيعترف بالآخر وبكرامة الآخر وبمعتقد الآخر وبأهمية وجوده، هالاعتدال القائم على محبة الآخر. من هون الكنيسة بتنبذ وبترزل التعصب الأعمى يلي هو نوع من المرض النفسي بيصير أحياناً إذا كان في مغالاة كتير فيه، وإذا كان في مبالغة كتير كبيرة فيه. هيدا بيتخطى الاعتدال يلي بتحكي عنه الكنيسة كفضيلة. من هون على الإنسان المسيحي إنه يتجنبه على طول. حتى تكون مسيحي حقيقي لازم تكون مسيحي قوي، قوي بالإنجيل، قوي بالحب، متكل على نعمة ربنا على طول، وتكون معتدل بكل شيء بحياتك اليومية. أمين.